تحدثنا عن التحويلات، أخذنا مفهوم التحويلات، أخذنا الترانزليشن، أخذنا السكيلينج، طينا عليها أمثلة، طينا عليها واجبات. المفروض إحنا كملنا هذه الواجبات، اليوم راح نتحول إلى موضوع جديد في نفس سياق التحويلات اللي هو الروتيشن، عمليات التدوير. إحنا عندنا من نرسم، عندنا كيانات متعددة داخل الرسم أو داخل الصورة اللي راح نولدها. إذا أردنا واحد من هاي الكيانات أو مجموعة من هاي الكيانات نسوي لها تدوير بزاوية معينة، شلون راح ننفذ هذه العملية؟ اليوم موضوعنا تقريبا هو مشابه إلى موضوع رسم الدائرة بالإنكريمنتال. الأفكار اللي موجودة هناك وقريناها والاشتقاقات راح نرجع عليها بصورة سريعة حتى نشتق علاقة تساعدنا على عملية الروتيشن بالاتجاهات المختلفة. طبعا هنا احنا نتحدث عن 2D روتيشن، يعني ثنائية الأبعاد، الصور ثنائية الأبعاد. لاحقا راح نتحدث عن من؟ عن ثلاثية الأبعاد. اليوم راح يقتصر كلامنا عن 2D. إذا لو عندي هذا الأوبجكت اللي موجود أمامكم وأريد أدوره بزاوية مقدارها 1000، شلون راح أقدر أني أدوره؟ عملية التدوير، إذا تلاحظون هذا الشكل زين المنقط والشكل السوليد، هذه العملية إيش يصير فيها؟ كأنما أني دا أنقل الجسم من مكان إلى آخر بزاوية معينة. عملية التدوير أريد تنتبهون هنا تختلف عن عملية، صح عملية نقل من مكان إلى آخر، لكن عملية التدوير هي عملية نقل كأنما على محيط دائرة، كأنما وين؟ على محيط دائرة. في الأوبجكت يدور وفق محيط دائرة، يفتر على محيط دائرة. هسه عملية التدوير تكون باتجاه اليمين، تكون باتجاه اليسار، هذا راح نجي عليه خلال المحاضرة. إذا هسه لو أخذنا نقطة، خلينا دائما نبدأ بنقطة بعدين نتوسع للنقاط الكاملة للأوبجكت. لو أخذنا نقطة إحداثياتها X و Y، نريد ندور هذه النقطة بزاوية معينة. هذه النقطة خلينا نفرضها إنه هي مسوية زاوية عندي، أخليها هنا ولو هي موجودة أمامكم. هذه النقطة راح تولد لي مولدة، هي زاوية معينة، نفرضها بيتا. إذا عندي هذه النقطة في هذه الزاوية، الآن أريد أطلع إحداثيات هذه النقطة. تتذكرون إحنا شلون سويناها سابقاً؟ الإحداثيات بالنسبة لهذه النقطة، هذه X و Y، هاي قلنا بيتا. الإحداثيات X و Y شلون أطلعها؟ X إيش تساوي لي هنا؟ إذا ترجعون إلى عمليات رسم الدائرة، شلون أطلع X؟ X إيش تساوي لنا؟ زين، واللي واي تساوي لنا ار ساين ثيتا. والار احنا سابقا كنا نتحدث عنه نصف القطر، هنا نتحدث عن البعد بين النقطه وين؟ نقطه الاصل. الان الار هذا يمثل لي هاي المسافه، المسافه بين من؟ بين النقطه والاوريجن. إذا إحداثيات X إيش راح تساوي لنا؟ R كوساين الزاوية اللي تولدها، والواي راح تساوي لنا R في ساين الزاوية اللي تولدها. هذه النقطة لو دورتها بزاوية معينة، خلينا نفرض إحنا زاوية مقدارها ألفا، معناته إنه هذه النقطة مو كان ما كانت هنا حولتها لهنا، صارت خلينا نفرضها X بار Y بار بزاوية محددة. هذه الزاوية، هذه ال، إذا دورت عن بمقدار هذه الزاوية، شنو اللي راح يتولد عندي؟ راح تتولد نقطة جديدة اللي هي X بار Y بار، نقطة جديدة. وهذه النقطة الإحداثيات، إحداثيات هذه النقطة حتى أطلعها
شلون اقلها ايضا؟ المسافه تمام، المسافه مالتها ار، وبالاعتماد على الكوساين والساين بالنسبه للزاويه اللي تتولد. طبعا الزاويه اللي تتولد هي من هي الزاويه؟ مو من هذا الخط الوهمي اللي يربط هاي النقطه، وانما من الاكس اكسس. معناته الزاوية ايش قد قيمتها اصبحت هنا؟ عندنا الزاوية معناته راح تصير عندنا ثيتا زائد منو؟ زائد الزاوية الكلية. اذا الاكس بار ايش راح تساوي لي؟ راح تطول نفس المسافة نفسها، لانه احنا قلنا النقطة من تريد تتحرك كانما تتحرك على شنو؟ على محيط دائرة، ما راح تتحرك بشكل عشوائي، وبالتالي البعد مالتها عن الاوريجن يبقى ثابت لو متغير؟ يبقى ثابت تمام؟ فاذا البعد نفسه ار، فعليه اذا الاكس بار ايش راح تساوي لي هنا؟ تساوي لنا ار في كوساين الزاويه. كوساين من هو الزاويه؟ ثيتا زائد الفا. ونفس العمليه الواي بار راح تساوي لنا ار ساين بيتا زائد الفا. طيب كوساين مجموع زاويتين، ساين مجموع زاويتين، احنا تحدثنا به سابقا لو ما تحدثنا به؟ مو تحدثنا به. العلاقات كوساين مجموع زاويتين. اذا احنا عندنا معناته الكوساين شو يساوي لنا؟ كوساين الزاويه الاولى في كوساين الزاويه الثانيه ماينص ساين الزاويه الاولى في والساين مال مجموع زاويتين يساوي لنا كوساين الزاويه الاولى في ساين الزاويه الثانيه، وزائدا بالعكس راح يصير ساين الزاويه الثانيه في كوساين الزاويه الاولى. اذا هذه العلاقات احنا ماخذينها سابقا، اخذناها من تحدثنا عن رسم الدائره بطريقه الانكريمنتال اذا تتذكرون، اخذنا هذه العلاقات. الان نفس العمليات اللي سويناها سابقا على هذه العلاقات تتذكرون احنا بسطناها فتحناها وعوضنا بما يساويها من ار كوساين ثيتا لا تتذكروها سابقا احنا اخذناها، فراح تطلع لنا بالنتيجه العلاقه اللي استخدمناها وين؟ تتذكروها العلاقه هذه هسه اللي طلعت عندكم اللي هي اكس بار تساوي لنا اكس كوساين الفا ماينس واي ساين الفا، والواي بار تساوي لنا اكس ساين الفا زائد واي كوساين الفا. هذه العلاقه وين طلعت عندنا؟ برسم الدائره الانكريمنتال، من كنا نريد نطلع النقاط على محيط الدائره بطريقه الانكريمنتال كنا نستخدم ذني العلاقات. ولذلك انا ما اريد اعيد عمليه الاشتقاق مالتهم على اساس احنا ما فيها سابقا، موجوده عندكم تقدرون ترجعوا لها بالمحاضرات السابقه. هذه العلاقه شنو اللي يعني؟ يعني انه انا من اريد ادور جسم او نقطه، خلينا نتحدد الان من اريد ادور نقطه بزاويه محدده، اذا انا راح اقدر اطلع النقاط او الاعداديات للنقطه الجديده. يعني وين راح تصير هاي النقطه من ادورها؟ باستخدام الكوساين والساين، باستخدام الكوساين والساين. معناته انه عندي هذه النقطه الان من اريد اطلع الاحداثيات مالتها، اقول هذه اكس بار ايش راح تساوي لنا؟ تساوي لنا ار كوساين الفا اللي هي الزاويه مالتي في واي ساين الفا، والواي بار تساوي لنا ار في ساين الفا زائد واي في كوساين.
هذه أقدر أعيدها بطريقة أخرى. هنا مو R X X وليس R، لأنه لا إحنا اختصرناها بالاشتقاقات. هذه نقدر نعيدها عن طريق مصفوفة سوية. هذه نفس العلاقة. الآن أنا من أريد أطلع الإحداثيات الجديدة، أريد أستخدم هاي العلاقة اللي هن هذن، أريد لا أستخدم مصفوف اللي هي بالضبط. هسه نشوف شنو الفارق. بالضبط هي نفس هذه فروتيشن تساوي مصفوفة رباعية كوساين ألفا ساين الفا. الالفا هي الزاويه اللي اريد ادور بموجبها. الالفا هي مقدار الزاويه اللي اريد ادور بموجبها. وهنا أنا ماينس ساين الفا كوساين الفا. هنشوف شلون هذه تطلع هي نفس هذا الحكي ولا لا. يعني هسه لو اريد اخذ نقطه اكس وواي واضربها في هذه المصفوفه، لاحظوا هنا اكس واي كتبتها على شكل مصفوفه احاديه، وراح اجيكم لاحقا حتى نشوف شلون نغيرها هذه المصفوفه. حتى نضرب نرجع للمصفوفات رياضيات، شلون نتعامل ويا المصفوفات؟ هذه المفروض نضربها في هذن مو تمام، وبعدين في هذن حتى نطلع اكس والواي. اكس هسه هذه في يعني اكس كوساين اكس في شنو؟ كوساين الفا. هذا ماينس راح يصير ماينس واي في ساين الفا. هذا من هو؟ هذا اكس بار. الواي بار منه ايش راح يساوي لنا؟ x في ساين الفا بلس y كوساين الفا. هسه هذه مو نفس هذه؟ اذا الان عندنا صارت طريقتين او علاقتين نقدر نسوي بها عمليه في التدوير. تريدون تستخدمون هاي المعادلات، تريدون تستخدمون المصفوفه. انا اعتقد المصفوفه اسهل. اسهل بالحفظ، اسهل بالتعامل، وراح نشوف هسه ناخذ امثله ونشوف شلون راح تصير اسهل بالضبط. يعني تفرق عن عمليه استخدام العلاقات الرياضيه. اذا هذه عمليه التدوير لنقطه واحده، ايش راح اسوي؟ راح اضرب النقطه الاحداثيه مالت النقطه في هاي المصفوفه وتطلع لي احداثيات جديده. هاي الإحداثيات الجديدة هي تمثل إحداثيات النقطة بعد من؟ بعد عملية التدوير بزاوية مقدارها ألفا. هسه الألفا ايش قد تصير؟ ما عندي مشكلة. ايش قد ما تريد تكون قيمتها؟ خلي تكون قيمتها. احنا عندنا من الواحد لل 360 درجة. خلي تصير. واضحة لحد الآن؟ بيها مشكلة هذه؟ احنا هذا الاشتقاق ماخذين يعني ارجعوا عليه للمحاضرات السابقة وشوفوا. اذا هذه العلاقة هسه اللي امامكم صارت. اذا تتذكرون احنا في عملية السكيلينج قلنا انه اي جسم نريد نسوي له سكيلينج يجب ان يتمركز وين الجسم؟ في نقطة الأصل. الجسم يجب أن يتمركز في نقطة الأصل حتى شو نسوي له؟ نسوي له سكيلينج. وبالتالي إذا كان الجسم خارج نقطة الأصل لازم شو نسوي له؟ نسوي عملية نقل إلى نقطة الأصل، نسوي عملية سكيلينج، بعدين نسوي له ترانزليشن انفرت إلى مكان الأصل. هذا الكلام ينطبق على من؟ على الروتيشن أيضا. بعملية الروتيشن لا يجوز عمل روتيشن
إلا إذا كان الجسم وين؟ في نقطة الأصل. ليش؟ لأنه من أسوى عملية روتيشن الجسم راح ينتقل إلى مكان آخر إذا ما كان في نقطة الأصل. علي كتبوها ملاحظة، عملية الروتيشن إذا كان الأوبجكت خارج نقطة الأصل يجب أنه شو أسوي؟ أول مرة أسوي العملية نقل إلى نقطة الأصل، أسوي العملية روتيشن أنه أرجع من نقطة الأصل لي وين؟ إلى مكان الأصل. هذا واحد. اثنين، عمليات الروتيشن ممكن أن تكون هذه الزاوية اللي هسه خليناها هنا زاوية ألفا، ممكن أن تكون زاوية موجبة وممكن أن تكون شنو الزاوية؟ سالبة. إذا في عملية التدوير الزاوية ممكن تكون موجبة وممكن شو تكون؟ سالبة. وبالتالي إيش راح يتولد عندي؟ راح يتولد عندي نوعين ونوعا من من التدوير، تدوير باتجاه دوران عقارب الساعة وتدوير مغاير لدوران عقارب الساعة. واضح؟ إذا احنا الزاوية ممكن تكون موجبة راح يصير التدوير بهذا، من تكون سالبة وين راح يصير التدوير؟ اتجاه آخر. واضح؟ خلينا نشوف شلون راح تشوف هسه هذا الشكل اللي أمامك. احنا أنا قلت لكم سابقا إنه أستخدم الشكل اللي هو يمثل الساعة لأنه بها أرقام حتى بعمليات التدوير راح تبين بالضبط وين راح يكون مكانها. في هذه العملية الآن الجسم أو هذه الساعة الأوبجكت اللي موجود عندنا من الدور وين راح بها اتجاه؟ شوفوا اللي مياله هو زد هذا ال 12، ال 12 وين صارت؟ كأنما تدور باتجاه معاكس لاتجاه من؟ لاتجاه دوران عقارب الساعة. إذا يا أما كلوك وايز يا أما كاونتر كلوك وايز، هاي أريد تخلوها ببالكم حتى نفتي. طيب هذه إذا كانت الزاوية موجبة وإذا كانت الزاوية سالبة تأثر على هاي العلاقة لو ما تأثر؟ أكيد تأثر. وين التأثير مالتها؟ إحنا عندنا التأثير عندما الساين لو خلينا هاي الزاوية سالبة، ساين الزاوية السالبة إيش يعطيني؟ يعطيني ماينس ساين الزاوية، بينما كوساين الزاوية السالبة نفسها ما يتغير. وبالتالي لو هذه العلاقة هسه سويناها بهذا الشكل كوساين ماينس ألف وساين ماينس ألف، وهنا أيضا ساين ماينس ألفا وكوساين ماينس ألفا، شو راح يتولد لي من هذا؟ راح يطلع مايلي كوساين تبقى نفسها، كوساين الزاوية السالبة ما يتغير، بينما هذا ايش راح يصير؟ يصير ماينس، يصير ماينس ساين ألف، هذه الساين أيضا ماينس وهذه ماينس موجودة منها شو تصير؟ تصير بلس، فصير ساين ألفا وهاي كوساين. فكأنما شو اللي تغير؟ تغيرت بس الإشارة مالت الساين، مكان ما كانت بالعمود الأول أصبحت بالعمود الثاني. وبالتالي هذا التدوير، شوفوا هذه المصفوفة سجلوها يوم، هذا التدوير بالزاوية الموجبة، من نقول الزاوية الموجبة يعني بها اتجاه، اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة، هذا الاتجاه الساعة الميالة تفتر بهالاتجاه، فالزاوية الموجبة بهذا الاتجاه، فراح يصير اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة يسموه كاونتر كلوك وايز، بينما هذا عندما تتغير الإشارة تصعد هنا صار باتجاه دوران
عقارب الساعة بهذا الاتجاه clockwise. واضح؟ ولاحظوا هذا الشكل اللي أمامكم شلون طبقنا عليه عملية التدوير. شوفوا التدوير مالته وين أصبح، أصبح معاكس. إذا إحنا عندنا صار اتجاهين للتدوير، يا أما اتجاه عقارب الساعة اتجاه دوران العقارب مال الساعة اللي ميالك مال عقارب الساعة اللي تفتح، أو تكون العملية معكوسة. الآن أرجع إلى النقطة الأصلية اللي تحدثت أنا عنها، قلت إنه عملية التدوير لازم وين تكون حتى أسوي تدوير؟ في نقطة الأصل. طيب أنا من أقول في نقطة الأصل، من هو اللي يروح بنقطة الأصل؟ إذا هو الأوبجكت متكون من عدد من النقاط، فراح يطلع عندي بهالحالة يا أما أجيب وحدة من النقاط أخليها بنقطة الأصل، زين، وبالتالي أصبح التدوير هنا حول من صار؟ حول نقطة الأصل. أو لا، عندي نقطة خارجية أدور حولها، راح يصير عندي نوعين من التدوير، أما أدور حول نقطة الأصل، أسوي تدوير حول نقطة الأصل، أو لا، أسوي تدوير حول نقطة خارجية مو نقطة الأصل، أي نقطة بالفضاء أسوي تدوير دائما دائما، زين. فإذا خلينا نفتهم الفارق بين الفكرتين. عندما يكون التدوير حول نقطة الأصل معناته أنه أنا أجيب وحدة من نقاط الأوبجكت أخليها وين؟ نقطة الأصل، أسوي عملية التدوير وأرجعها إلى المكان الأصلي اللي جبتها من عنده. كل النقاط الأخرى للأوبجكت راح تتبع نفس النظام. بمعنى شنو تتبع نفس النظام؟ يعني أنا من أقول أسحب وحدة من النقاط معناته إيش؟ لا أسوي عملية ترانزيشن، عملية نقل. إذا عملية النقل راح تصير بموجب إحداثيات تلك النقطة اللي راح أسحبها إلى نقطة الأصل باختلاف الإشارة. باختلاف إشارتها. كل النقاط الأخرى أسوي من عملية السحب بنفس القيمة اللي سحبت بها هذه النقطة. أجي نو أسوي عملية تدوير سواء كان باتجاه عقارب الساعة أو معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة، بعدين أسوي عملية نقل معاكس inverse translation وبنفس القيمة اللي جبتها اللي انقلت فيها، لكن باختلاف الإشارة مالتهم اللي قالت فيه راح يرجع الأوبجكت لك. أما إذا أريد أسوي تدوير حول نقطة محددة بالفضاء أسحب تلك النقطة إلى نقطة الأصل. النقطة اللي أريد أسوي تدوير عليها أسحبها وين أخليها؟ خليها بنقطة الأصل، وكأنما صار عندي هسه صار عندي تدوير حول نقطة الأصل. كل الكيان راح اسحبه بموجب النقطه اللي سحبت الى نقطه، راح اشوفكم اياها بمثال واسوي عمليه تدوير وارجعهم بنفس القيمه المعاكسه الى مكانهم الاصلي. واضحه الفكره؟ خلينا نجي نشوف هذا المثال. لو عندنا هذا المثلث اللي موجود امامكم اللي هو احنا رمزناه اي وبي، احداثياته موجوده 3 3 3 8 11 3. أريد أسوي له تدوير بمقدار 45 درجة باتجاه هنا، إحنا محددين يفوت باتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة. إذن معناته الزاوية موجبة لو سالبة؟ موجبة. 45 درجة. إذا حدد لي بالسؤال الاتجاه عن المتبليمة بالاتجاه، إذا لأي سبب ما محدد الاتجاه بس قاعد تسوي تدوير، انتم كيف تريدون تسوون تدوير إلى اليمين تريدون تسوون تدوير إلى اليسار، موجب أو سالب؟ هذا كيف؟ خلينا نجي نباور. الآن قلنا وحدة من هاي النقاط الـ A والـ B والـ C راح نسحبها ونخليها بنقطة الأصل. يجي واحد يسأل
يقول اي وحده منهم ذولا بكذا، انت اي وحده تريد تسحبها اسحبها. لكن احيانا نباوع هاي النقاط نشوف ياهو اسهل نقطه نقدر نسحبها بحيث بيها مشتركات من اسحبها مثلا خلف فطتين صفاره في مكانات اخرى. زين الان احنا راح ناخذ نقطه اي وراح نسحبها اي كل احداثياتها 3 3. عملية التدوير تكون 3 3 لكن شنو؟ معكوسة الإشارة مالتها يعني ماينص 3 ماينص 3. ونجي نسوي عملية النقل، عفوا عملية النقل، نسوي عملية النقل. إذا طرحنا 3 من كل النقاط وبالتالي طلعت عندي نقاط جديدة. عملية التدوير ونفس الحكي احنا حكينا بالسكيلينج يتم على يا نقاط؟ النقاط الأصلية لو جديدة؟ على الجديدة، على النقاط المتولدة عندي. فإذا هذا الجسم هسه النقل أسوي له عملية تدوير. عملية التدوير شلون أسوي؟ أضربه بالمصفوفة في زاوية 45 درجة. تطلع لي هذه المصفوفة اللي هي قيمة الزاوية مقربة حوالي 0.707. زين؟ وأضرب كل النقاط مالته، فأضرب من وحدة وحدة في هذه النقاط. تطلع لي هذه الاحداثيات الجديدة. تطلع لي هذه الاحداثيات الجديدة. احنا هسه انا سويت لكم التدوير مالته، اذا تلاحظون شوفوا نقطة اي وبي. بي وين صارت هسه؟ 45 درجة اذا تلاحظون. 45 درجة. اجي اسوي عملية نقل معاكس. بش قد اسوي عملية النقل؟ ايش قد التي اكس التي واي؟ هنا هي نفس القيمة تي اكس والتي واي اللي سحبنا فيها بالبداية مع اختلاف الإشارة. الإشارة تكون ايش فيها؟ معكوسة. وبالتالي طلعت عندي هاي طبعا ايضا هذه عملية النقل اضيف لي وين؟ للإحداثيات الجديدة المتولدة. وطلعت عندي هذه الإحداثيات الآن اجي ارسم الإحداثيات هذا الشكل هسه بعد التدوير. هذا الشكل عندي بعد التدوير. الآن هسه لو واحد يريد يقيس الزاوية اللي مدوري بها تطلع 45 درجة. واضح؟ زين؟ خلينا ناخذ مثال آخر. نرجع لنفس المثلث. الآن أبدا أدور حول نقطة خارجية. أنا هذه نقطة دي إحداثياتها 10 و10. أبدا أدور المثلث حول من؟ حول نقطة دي، مو حول بالمرة السابقة تقريبا حول نفسي. احنا بالمناسبة نقدر بالمرة السابقة نقول مثلا حول مركز الأوبجكت تدوير. يعني شنو حول مركز الأوبجكت؟ معناته كنت نطلع المركز السنتر مالت المثلث ونبدي ندور داير مداير. وهذا راح يكون الواجب اللي عليكم. الواجب شنو راح تسوونه ان شاء الله؟ تدورونا تسوونا مروحة 3 ريش تبدون تفروها. زين؟ وتخلوا لها 3 سراع 4 سراع بكيفكم. بعد المروحة بالبيت شايفيها؟ زين؟ تريدون مروحة سقفية تريدوها مروحة عمودية أو منضدية؟ نفس الفكرة ما يتغير كل شيء. والمروحة عندنا بها درجات للسرعة. أريد نسوي محاكاة لهذه الفكرة. نسوي مروحة سوها 3 ريش أسوي لكم. زين؟ وفروا. فروا. مرة بالسرعة الأولى مرة بحيث نخلي فد باتومات وهذا الباتومات من أريد خلينا نقول نختارها تتغير السرعة. واضح؟ إذا هذا الواجب إن شاء الله على الدرس القادم. سوينا مروحة 3 ريش 3 سرع وتفتر فترة مستمرة، مو معناته هنا نحن هسه تدوير بس بزاوية صغيرونة. هذه تفرة مستمرة. مروحة شلون تشتغل المروحة؟ فتسوينا إياها إن شاء الله. زين؟ ولذلك المروحة من تريدون تشغلوها وتفتر ما راح نجيب
واحدة من نقاط الريش ونسحبها. نسحب من وين؟ المركز مالتها. احنا وهذا الفكرة. نسحب المركز مالت المروحة، نخليه في نقطة الأصل ونبدي عمليات التدوير. يعني اللي يسوي لنا اياها ويجيب لنا اياها منتظمة منها للأسبوع القادم. يعني للثلاثاء القادم أيضا إلى يعني حسنة. حسنة بالدرجات. طيب. نجي إلى نقطة دي. أريد هذا المثلث نفس اللي أخذناه في المثال هسه قبل دقائق أسوي له تدوير حول هذا المثلث بزاوية 45 درجة، لكن هالمرة سويتها بالعكس أنه باتجاه دوران عقارب، بس حتى نشوف شلون إيه ما يفرق. سوي باتجاه دوران عقارب. الآن يا نقطة راح أسحبها إلى نقطة الأصل. دي اللي هي ايش قد احداثياتها 10 10، اذا انت اكس تي واي ايش قد راح تصير قيمهم؟ سالب 10. زين، فتي اكس سالب 10 تي واي سالب 10. فكل النقاط طبعا احنا دي ايضا اخذناها بنظر الاعتبار ان شو اسمه بالرغم من انه هي مو كلش ضروريه دي لانه ما احتاجها، لكن اللي يهمني نقاط المثلث. كل نقاط المثلث اسحبها الى نقطه الاصل بمعامل مقداره سالب 10 بالتي اكس والتي مثل ما مسوين هنا، فتطلع لي هذه النقاط الجديده وانسحب المثلث الى هذا الموقع الجديد. الان بس ارجع لهذا الشكل، الان هذا الشكل سويت لكم اياه بعمليه الترانزليشن الرسمه. انتم من تريدون تحلون مو بالضروره ترسمون الشكل بعمليه الترانزليشن. أنا أرسمه هنا حتى أوضح لكم أشوفكم شلون ده يصير الشغل بالضبط. أما أنتم لا مو ضرورة، المهم عندكم النقاط هاي اللي راح تطلع، هاي النقاط الجديدة اللي طلعت بعد عملية الترانزليشن هي اللي راح أشتغل عليها. شنو هو عمليات التدوير؟ أسوي لها تدوير بزاوية مقدارها 45 درجة، لكن مع ملاحظة إشارة الساين بحيث تكون الاتجاه وين؟ باتجاه دوران عقارب الساعة. زين، لاحظوا هاي الفكره اللي يعني سويناها، انه انتم عندكم نقاط. احنا بالمثال السابق شخذنا كل نقطه ضربناها بالمصفوفه واحده للسهوله، كل النقاط سواها بمصفوفه واحده، كل نقطه تاخذ شنو صف. هسه احنا عندنا اربع نقاط هنا، كل وحده خليناها بصف، واضح؟ وبالتالي النتيجه ايش راح تطلع؟ ايضا تطلع مصفوفه مثل هذه المصفوفه اللي هي 4 في 2. واجي النوب اخذ النقطه الاولى اضربها اطلع الاكس والواي، اخذ النقطه الثانيه اضربها واطلع النقطه الثالثه. هذه حتى ما يسوي لكم ارباك بالعمل مالتكم وتصير منظمه افضل. ذيك الطريقه صح؟ هذه الطريقه صح؟ انتم تختارون الاسهل لكم بالعمل مالتكم، وبالتالي شوفوا هذه العملية هسه من ضربناها طلعت هذه النتيجة اللي أمامكم، هي 0 0 وماينس 9 و0 وماينس 6 و3 النقاط. هذه النقاط إحداثياتها بعد من بعد عملية التدوير عندما تكون الدي وين في نقطة الأصل. إذا رجعناها إلى موقعها الأصلي، شلون نرجعها إلى موقعها الأصلي؟ إذا تي اكس وتي واي نفس القيم القديمة اللي أخذناها نرجع بهن باختلاف الإشارة. إيش قد الإشارة هنا؟ سالب، تمام؟ هناك سالب، هنا صارت موجب، يعني سالب في سالب صار موجب. وأسوي عملية ترانزليشن للأوبجكت. شوف الأوبجكت نسبة إلى نقطة دي وين أصبح. الآن من تقيسون هاي الزاوية تطلع جابنا 45 درجة وفقا لمن؟ نسبة إلى نقطة دي. واضح؟ نسبة إلى نقطة دي.